حلمنا أصبح واقعا ولم نخيب الآمال. رفعنا أسماء بلداننا وحققنا ما كان صعب المنال. وضعنا الهدف أمام أعيننا وبالمثابرة وصلنا إليه. كتبنا أول سطر في مستقبلنا وبنينا طموحاتنا عليه. طورنا من مهاراتنا، غرسنا الثقافة في العقول لدعم مسيرة الشعوب. الإمارات كتبت حكاياتنا في رواية سيذكرها الزمان. وكما قصتنا من هنا بدأت، قصصكم ستبدأ الآن.